سيادة اللواء، عايزين نبدأ. يمكن أنا قبل أو في الإنترو أو المقدمة اتكلمت عن البورصة، فمؤخرا يمكن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نوه إن شركات القوات المسلحة هيتم دخولها مجال البورصة والأسهم والسندات، واللي إحنا بنسمعه عن هذه الشركات، شركات القوات المسلحة هتخش في هذا الموضوع. رؤية معاليك لهذا الموضوع إيه؟ هو بصراحة قرار صائب جدا وقرار متميز، لان مصر عاوزه استثمار. يعني صحيح. اي دوله في العالم عشان يحصل لها تنميه مستدامه لازم يكون في استثمار، استثمار زراعي، استثمار صناعي، نعم. استثمار عقاري، استثمار في البنيه الاساسيه. صحيح. واهم منهم كله استثمار في العنصر البشري. الله. فطبعا هذا الاستثمار لن يتحقق الا من خلال ضخ اموال لانشاء هذه الصناعات. نعم. في الاستثمار ده بيجي اما من الدوله، من ميزانيه الدوله. في عندنا القطاعات الصناعيه الانتاجيه اللي هي مصانع تابعه لقطاعات وزاره قطاع الاعمال، نعم. او وزاره الصحه او وزاره التموين او وزاره الاسكان، كل دي تبعها مصانع او شركات، وزاره الاوقاف، وزاره التضامن الاجتماعي، كل ده قطاعات انتاجيه سواء كانت في الزراعه او في الصناعه. في القوات المسلحه في جهاز اسمه جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه. صحيح. هذا الجهاز لا يتبع ميزانيه القوات المسلحه عشان يبقى الناس عارفه. جهاز مستقل، جهاز اقتصادي تم انشاؤه منذ حوالي 30 سنه من ايام المشير ابو غزاله. لا يتبع القوات المسلحه؟ لا، ليه ميزانيه مستقله في جهاز مستقل في الميزانية. جهاز اقتصادي مستقل. نعم. وهذا الجهاز زي شركه القبضه كده، يعني مثلا لما تيجي وزاره الصناعه او وزاره القطاع الاعمال في شركه القبضه للصناعات الكيماويه يتبعها مثلا 23 شركه. شركه القبضه للصناعات المعدنيه التعدينيه، نعم. شركه القبضه للصناعات اللي هي مثلا البتروكيماويات اللي هي تبع وزاره البترول. فطبعا كل القطاعات الانتاجيه ديت، فانا بقول جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه ده يعتبر كشركه قبضه. بس هذا معلومه جديده يمكن على قطاع كبير. ايوه، لازم انا عاوز اوضح النقطه دي. صحيح. فجهاز مشروعات يتبعه بقى عده شركات. هو كان بدا في الثمانينات على اساس انه كان بيأدي خدمات اللي هي مد خطوط التليفونات. كان في مشكله في القاهره في نهايه السبعينات والثمانينات وبدايه الثمانينات، ان عشان تحول الخطوط بتاع التليفونات الارضيه الى فايبرز. فاكر الكلام ده في السبعينات كنا نقعد بالسنه او سنتين عشان يجي لك تليفون ارضي. تقدم بقى لحد ما حد يسال فيك. فدخلت اداره الاشاره تساعد الدوله في مد هذه الخطوط، وبالتالي ايام المشير احمد بدوي ثم المشير ابو غزاله، طب ما نوسع هذا الموضوع ونبدا نعمل حاجه اسمها جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه. فتعمل هذا الجهاز، طبعا كبر جدا، ومن المكاسب بتاعته من العائد المادي بتاع ليه بقى، يعني كبر ذاتيا من عائداته، من عائداته. فطبعا هذا العمل بيتم نتيجه زي ما قال سياده الرئيس امبارح ان فلسفه الاداره اللي هي الكالتشر بتاعه الاداره. نعم. والمتابعه. دي مشكله مصر، ان الاداره والمتابعه، اداره ومتابعه. يعني سياده الرئيس امبارح قال انا بتابع كل حاجه يوميا وبكل ساعه. المتابعه. فهنا ليه الجهاز نجح؟ لان في اداره، في فلسفه الاداره وفلسفه المتابعه وانضباط الجيش. ما هي دي ده عنصر مهم جدا. لو كل المصريين عملوا بانضباط واخلاص وعرف ان في عقاب وفي مكافآت هنشتغل صح. ما هي الاداره بتاعت الجيش اللي هي كلمه الاداره والمتابعه في العمل. بالظبط. طبعا ما فيش حاجه بتنجح بهذا الاسلوب. فالحمد لله جهاز مشروعات بقى عنده تنوع كثير جدا. يعني شركة النصر للكيماويات الوسيطة، يعني ممكن نتكلم عليها، افتتاحها سيادة الرئيس في حوالي شهرين. الجهاز بقى الأمن الغذائي، ده قطاع الأمن الغذائي ده قطاع كبير جدا ضخم، اللي كان افتتاحاته بتاعت امبارح. فهذا الجهاز طب لما كبر وضخ الجهاز، ضخ أموال كتيرة جدا كاستثمارات. طيب ممكن جدا الاستثمارات دي عاوزين نعمل لها عملية تدوير. طيب وبالتالي كمان ان القطاع الخاص او الانسان المصري له الحق بعد كده ان يدخل ويكتتب في هذه المشروعات بعد انشائها. صحيح. عشان كده سياده الرئيس امبارح ومن حوالي شهرين برضو او في اثناء افتتاح مصنع بتاع الادبيه، اعلن ان مصانع او جهات الحاجات الانتاجيه التابعه لجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه ممكن تدخل في البورصه، وبالتالي المصريين ممكن يكتتبوا في هذه الشركه بعد بدايتها. يعني بس كده الكتاب هيبقى للمصريين بس طبعا. والله احنا لسه طبعا بيدرسوا دلوقتي يعني اسلوب الكتاب ايه، انما الفكر العام انها تدخل البورصه وشوفوا الاكتتاب هيبقى ايه ونسبه كام في الميه، لان طبعا ممكن يبقى في حد معين للاكتتاب عشان سياده الدوله يعني. فطبعا دي كلها هتدرس، انما هدفها الرئيسي ايه بقى يا فندم؟
ان انا كانضباط وكمتابعه نجحت ان انا اعمل هذه المشروعات في فتره زمنيه قصيره. صحيح. سنه ونص، سنتين، بدل ما تتعمل في 10 سنين بالظبط. نمره 2 ان انا عملت هذه الاعمال كلها باسعار تنافسيه، ونمره 3 في انضباط في العمل وبالتالي بيحقق مكسب طبعا. فده بيدي ميزه كبيره جدا ان الانسان المصري اللي هيكتتب سواء كان فرد او مؤسسات وتدخل تكتتف هذه المشروعات يبقى متاكد ان هذه المشروعات ناجحه اقتصاديا وبتحقق عائد. طب العائد اللي هياخده التاني ايه بقى؟ ان انا هذه الاموال من نتيجه الاكتتاب استخدمها مره اخرى ان انا اعمل صناعات جديده، صناعات ومشروعات من خلال جديده وطنيه. الله الله. يبقى بالتالي هعمل تدوير لهذه الفلوس وابقى سريع جدا في الاداء. ليه يا فندم؟ احنا عندنا في مصر تحديات كبيره جدا بتواجه الشعب المصري وبتواجه الدوله المصريه. نعم. اكبر تحدي ان انت عندك عدد سكان كبير 100 مليون وبتزيد كل سنه 2.5 مليون فرد. معنى كده ايه؟ ان انا عاوز اعمل تنميه اقتصاديه ونمو اقتصادي يبقى ثلاث امثال ان النمو بتاع السكان. اذا كان 2.5% يبقى انا لازم اوصل ل 7.5% على الاقل علشان اغطي الزيادات دي. مهما زادت يبقى انا عندي تغطيه شامله اقتصاديه لهذا. يبقى اذا النمو اللي بيحصل يغطي الافراد اللي موجودين وزياده، زائد يغطي النمو اللي جاي. اللي جاي ده عاوز اكل، عاوز شرب، عاوز سكن، عاوز ملابس. كنا زمان لما بننشئ اي مشروع بنفكر ان احنا 20 مليون خلاص، ظبط ال 20 مليون 25 على 25. لا، فاللي يبص لقدام بهذه الرؤيه ده عمل محترم. احنا لو استمرنا للاسف بمعدل الزياده في السكان الحالي هنوصل في 2030 الى 126 مليون. ما شاء الله. 2050 ممكن نوصل الى 160 الى 170 مليون. فطبعا ده برضو تحدي ان بناشد ان لابد من تنظيم زياده عدد السكان. لابد لابد من التنظيم والترشيد بحيث ان هو الانسان المصري يشعر بالنمو اللي هيحصل في الدوله. هي كمان يا ريس من المفارقات اللي موجوده في مصر، يمكن الدوله الوحيده ان الاغلبيه السكان شباب، كمان ان الذكور اكتر من الاناث في مصر. لا مش احنا عايزين نستغل ده احصائيه بتاعت الجهاز المركزي للعمل. بس مش كتير بالنسبه يعني 1.5 مليون احنا اكتر برضه. يعني مش بالنسبه الكبيره، انما عامه يعني بقول لحضرتك فهذا السبب. طبعا السيد الرئيس عاوز من 4-5 سنين عاوز نمو اقتصادي يبقى سريع. فعشان كده تم تكليف جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه انه يقود هذه القاطره الانتاجيه. نعم. ففي مجال الانتاج الصناعي احنا عندنا شركه اسمها شركه النصر للكميات الوسيطه، لها مقر رئيسي موجود في ابرواش. ثم فتحنا من حوالي 15 سنه فرع لها في كوم اشيم في الفيوم. ثم افتتح السيد الرئيس اكبر مجمع صناعي لصناعه الفوسفات في الادبيه في العين السخنه. نعم. لانتاج الاسمده الفوسفاتيه. لازم نتكلم احنا بقى على موضوع العين السخنه. انا شايفين شغل كتير بيحصل في العين السخنه. ماذا يحدث في العين السخنه؟ ايه هي المشاريع الضخمه؟ والرئيس افتتح ايه قريب؟ لان برضو في زحمه المشاريع الناس من كتر ما بتشوف بتنسى. لا، كل يوم مشروع في مكان، فالناس بدات تبقى عندها تشويش. طبعا ده حاجه كويسه، بس احنا لازم نشرحها. ماشي. سيادتك احنا في مصر عندنا الاسمده في ثلاث انواع من الاسمده. اسمده نيتروجينيه اللي هي اليوريا والنترات. ثم الاسمده الفوسفاتيه اللي فيها عنصر الفوسفور. ثم الاسمده البوتاسيه اللي فيها عنصر البوتاسيوم. ثم في ترند جديد دلوقتي اللي هو اسمه الاسمده الثلاثيه او الان بي كي، بتجمع ثلاثه مع بعض. عشان كده بيسموها ان بي كي، نيتروجين فوسفورس بوتاسيوم. نعم. هنا مصر بدأت فعلا صناعات الأسمدة النيتروجينية من أيام عبد الناصر. لازم يبقى الناس كلها عارفة. صحيح. إن احنا وقبل عبد الناصر كمان. يعني شركة عبود اللي هي كانت في السويس اسمها شركة ناصر الأسمدة دي أنشأت في الأربعينات لإنتاج أسمدة الإيه؟ نترات النشادر اللي هو النيتروجينية. ثم عبد الناصر عملنا مصنع شركة كيما للأسمدة برضه بيطلع النترات ويوريا. ثم تطور الموضوع بقى ان احنا في ابو قير برضه شركه بقى دخلنا بقى شركه ابو قير وشركه موبكو وشركه المصريه للاسمده، شركه حلوان للاسمده. احنا بنصدر اسمده يا ريس. احنا بننتج 23 مليون طن اسمده نيتروجينيه اللي هي يوريا ونترات. نعم. مصر بتستهلك محليا حوالي 11 مليون. يعني بنصدر حوالي 12 مليون. احنا نعتبر من اكبر الدول المصدره. لو في زياده كمان اهو الاسمده النيتروجينيه الجديد اللي بيعمل في العين السخنه. دي النيتروجينيه. النهارده بنعمل زياده بقى في النيتروجينيه برضو حاجتين. كيما حصل لها تطوير باكثر من 5 مليار جنيه مصري. ما شاء الله. في كيما وبدا وهيبدا ان شاء الله خطوط الانتاج الجديده بتاعتها انها اتحولت بدل ما كانت بتشتغل بالكهرباء بدات تشتغل بالغاز.
بالغاز، فحصل تطوير وعمل خطوط جديده، هيبقى تكلفه كده اقل بالغاز، اقل والطاقه الانتاجيه اعلى، فبالتالي هيبقى في انتاج للنترات واليوريا في كيما. وفي نفس الوقت شركه النصر للكيماويات الوسيطه عملت مجمع صناعي كبير جدا، بقى بدايه صناعه الاسمده الفوسفاتيه في مصر. في مصانع قطاع خاص، يعني شركه ابو زعبل للاسمده اللي هي كانت تبع الدوله واتباعت خصخصت، اصحابها بينتجوا اسمده فوسفاتيه اللي هي فوسفيت، وبيصدروا بانتاج محلي وتصدير. احنا يعنينا ان كلمه صنع في مصر، لا انتاج محلي وتصدير كده بيحسب للدخل القومي، يعني في عندك شركه الماليه دي كانت تبع الدوله واتخصخصت وبرده بتنتج، ما زالت شركه ابو زعبل الاسمده برده ما زالت بتنتج. في مصانع جديده في السادات برضه قطاع خاص بتنتج اسمده. انما انا بتكلم بقى الاسمده الفوسفاتيه بالحجم الكبير اللي هو الدوله اللي تنتجها. هنا بقى عشان كده احنا بدانا مصنع كبير جدا في الادبيه ده تبع شركه نصر. شوف يا فندم، المصنع ده كان المفروض يخلص في 10 سنين، خلص في 3 سنين بالاصرار، ويمكن سنتين بالتحدي بتاع الرئيس. سنه يعني سنه سنتين والمتابعه يعني بصراحه المسؤولين عن شركه النصر الكيماويات الوسيطه، يعني هو مختار عبد اللطيف وزملائه والسابقين، بذلوا مجهود جبار انه ينشئوا هذا الصرح العملاق في خلال 2 سنين و8 شهور. ما شاء الله. من خلال التعاون مع 3 شركات كبار، هذا المجمع بيشمل انتاج حمض الكبريتيك وحمض الفوسفوريك بانواع المتعدده، حمض فوسفوريك تجاري، حمض فوسفوريك غذائي، حمض فوسفوريك هاي كواليتي، بعدين حاجه اسمها مونو امونيوم فوسفيت اللي هو ماب، وداي امونيوم فوسفيت وتراي امونيوم فوسفيت، كل ده بتنتج في هذا الصرح. وبدا المصنع يصدر، يعني دلوقتي بنصدر حمض فوسفوريك، بنصدر حاجه اسمها الداب والانتاج المحلي. في بقى مشروع في هذا المشروع، سياده الرئيس برضو تم تكليف هذا المشروع انه يبدا يعمل خط جديد لانتاج اسمده نيتروجينيه اللي هو اليوريا في نفس المكان. يبقى هنضيف بقى، بدل ما كنا بننتج 23 مليون طن هننتج 25 مليون طن في بعد سنتين. نعم.